نعم يا أخي، نعم يا حسين. ماذا قلت لقيس اليوم؟ قلت افترض أني خاطئة، فمن يستر علي غيرك؟ لقد اندفع بتهور شديد نحو الجبل ينادي الصعاليك ويتوعدهم، فأصابوه بسهامهم، ولولا أن تبعه بعض الفرسان لمات، لكنهم رشقوه بأكثر من سهم فأصابوه إصابات بالغة. لماذا يا قيس؟ لماذا؟ لماذا يفعل هذا؟ يحاول أن يموت، يطلب الموت. ما فعله انتحار صريح. حسين، إصابته خطيرة جدا. أيعيش؟ علم ذلك عند ربي. يجب أن أذهب إليه. هذا ما أردت سماعه. زمردة، هاتي العباءة. سيصحبك حامد وبعض الفرسان. قيس، إن إصابات الأمير كثيرة وخطيرة. هل بعضها مسمم؟ لا، إن الأمير شاب وسوف يعيش. أتسمحين لي بالعودة إلى داري يا أميرة؟ لا، بل تبقى هنا إلى جوار الأمير حتى يشفى. خذوه إلى غرفة. تبعني. زمردة، ما هذه الجمهرة هنا؟ فليخرج الجميع، ولا يدخل علينا أحد إلا من نطلبه. أمرك مولاتي. حامد، أريد حراسة مشددة على القصر، فالصعاليق يراقبون خطواتي. لا تقلقي يا مولاتي. فليكن بعض حرسك منظورا والبعض الآخر غير منظور. أنفذ هذا إن شاء الله. لن تدخل إلى جناحي جارية ولا عبد، فقط زمردة، وطبعا أنت. أمركم مطاع. سيقف فارسان عند كل مدخل للجناح. حذاري يا حامد، حذاري أن ينام أحدهما، فأنا أشعر بالخطر. أرجو ألا تقلق أميرتي، فأمر سلامتها مسؤوليتي.